مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أسباب غزارة الدورة الشهرية بعد الإبرة التفجيرية، وهل يمكن أن تؤثر على انتظامها؟ عندما يتم حقن الإبرة التفجيرية تظهر الكثير من الأعراض، خصوصا لكون هذه الإبرة تؤثر على طبيعة عمل الهرمونات في جسم المرأة، وبالإضافة إلى كون هذه الإبرة تؤدي لحدوث تغيرات كبيرة في شكل الدورة الشهرية، فإما تجعلها خفيفة وإما تجعلها غزيرة. فيمكن أن تكون غزارة الدورة الشهرية بعد الإبرة أمر طبيعي جداً، خصوصاً وأن هذه الإبرة تحتوي على هرمون الحمل. فعادة ما يتم اللجوء إلى الإبرة التفجيرية عندما تكون المرأة تعاني من وجود تكيس في المبايض، لذلك فإن حقن الإبرة التفجيرية سوف يؤدي إلى التخلص من هذه الأكياس، وبالتالي إلى تفتيتها والتخلص منها على شكل دورة شهرية، وهذا ما يبرر بالتالي نزولها بغزارة. كذلك السبب الآخر لغزارة الدورة الشهرية بعد الإبرة حدوث تغيرات هرمونية شديدة، والتي تتعرض إليها المرأة بعد الإبرة التفجيرية، وهذه التغيرات الهرمونية تؤثر بشكل أو بآخر على شكل الدورة، مما لا شك فيه أن الهدف الأساسي من الحقن التفجيرية هو تسهيل حدوث الحمل وإزالة كل العوائق التي تمنع حدوثه. وبما أن الإبرة التفجيرية تساعد في التخلص من تكيس المبايض ومن ألياف الرحم، فذلك من الأفضل أن تكون الدورة الشهرية غزيرة، فغزارتها تعني أن الجسم قد تخلص من جميع الأوساخ والرواسب التي من شأنها أن تعيق حدوث الحمل. أما بالنسبة هل تؤثر الإبرة التفجيرية في انتظام الدورة؟ وإجابة على هذا السؤال، يمكن أن تؤثر في بعض الأحيان الإبرة التفجيرية بخلل هرموني لمدة 3 أشهر على الأكثر، مما يؤدي إلى تأخر الدورة دون حدوث الحمل.